خير عليكم، مرحبا بكم في القناة يوتيوب ديالي اللي هي لا كوزين تورك دو ساوس كان. اليوم جيتكم وصفة اللي هي لا سيترونات بالطريقة الصحية، ودرك تفضلوا معايا باه تشوفوا طريقة التحضير والمقادير مع بعضنا إن شاء الله. المقادير اللي هي 4 سيترون، كاس سكر على حسب الذوق، لو سوكر يقعد على حسب الذوق، وعندنا لهنايا لافاني، مغرف تاع اون كويير ا سوب، ونسحقو لو زيست دان سيترون اللي هي دان دومي سيترون. فوالا، دركا نعصر لي سيترون تاعي انا. بعد ما قصيتهم نروح نعصرهم. ولهنا نروح نحي لو زيست. خليت ان دومي سيترون باه نحي له القشره تاعو، جوست نحي شويه برك، جوست نحي النص تاع النص، باه كيما نرحي كلش مع بعضاه لا سيترونات ال برون فريمون لو غو تاع لو سيترون، تاع لو زيست اي لو جو. فوالا، راني نحيت لو دومي سيترون هذا، نحيت شويه قشره منه، وهاوليكم لو زيست دان سيترون، دان دومي سيترون، نحطو في لوجو باه نرحيه ونعاود نرجع لكم. وهذا نحتفظ بيه بيان سور، هذه تانا نزيد نعصرها، وهذه نحتفظ بيها نحطها في اون تيزان او بيان جو بارفوم افيك لو سوكر. يا بوكو استوس افيك لو سيترون اي لي اورانج. نزيد نعاود نعصر اخر دومي سيترون. Et voilà, ram les 4 citrons, le jus d'Yelhom. Bismillah. Haoulikoum kesta sokor. Mais je crois que je vais mettre encore plus. Et là, tu as le sokor, nzid el hayani. On chante le zeste de citron. On zidou, le mouref kibira, ta la vanille. Haoulikoum. وانا هنا حتى مغرف كاملة، يعني فريمون رايحين تتحصلوا على ذوق هايل وصحي، باسكو ما فيهش لاسيد سيتريك، و سو جو اي سو كونسوم دو جور. ولهنايا انا نستعمل لي جو ديالي بالماء تاع السعيدة، واللي تحب يعني دير بالماء تاع الغوبيني انا كاش مشكل، مي انا من المستحسن ندير الماء تاع الروبيني تاع السعيدة خير. فوالا، حوالي ان لتر، هذا يهز ان لتر. هنا رايحة نرحي كلش مع بعضها باه نتحصلوا على لوجو. هنايا تنجمو تقولوا بلي لو جو دو سيترون راه واجد، مي لهنا كوم انا عندي دي بوتيت في تاع الدار ما يحبوش يعني القشوري لا ما ترحاوش مليح، ولا رايحين نصفيوها ونعاود نرجع لكم. دوكا انا غادي نصفيوها. يعني صدقوني صحية و صغافريشية. بون انا نكمل نصفيها ونتلاقاو في لا ديرنيغ ايتاب ان شاء الله. اي فوالا، لا سيترونات نتاعنا هاي ليكم وجدت، نتمنى عجبتكم باسكو راهي دايره بطريقه صحيه، فيها غير لو سيترون والماء والسكر اي لا فاني. فوالا، وزدت فيها دي ترونش فين تاع لو سيترون باسكو دركا رانا في رمضان لو 9 مي 2019.
شهيدكم في الجنة. بون أنا تانا تشهيتها. فوالا نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو المقبل ونقول لكم صحة فطوركم. هاي لي إفطار لارس زال اليوم كان ديزي شوكي، ولكن ميقروش ما كزاره. حبكم.